يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أي شيء أولى بالمسلم، أن يتوكل على الله أم يأخذ بالأسباب؟ كله لا بد من الأمرين، التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. فترك الأسباب هذا قدح في الشريعة يقولون، وترك الأسباب والتوكل على الله فقط هذا قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب، والاعتماد على الأسباب وترك التوكل على الله شرك، هذا الشرك. الاعتماد على الأسباب ترك التوكل على الله هذا الشرك، فترك الأسباب قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل. فلا بد من الأمرين، فعل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. نعم.